أهلا بكم وإلى التفاصيل. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة إسبانيا، الذي بدأ زيارة رسمية للسلطنة تستغرق 3 أيام. وقد أجريت لجلالة ملك إسبانيا مراسم استقبال رسمية، فلدى وصول الموكب المقل لجلالته إلى استراحة متحف بوابة مسقط، كان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في مقدمة المستقبلين والمرحبين بجلالة الملك خوان كارلوس الأول. كما كان في الاستقبال صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي وزير العدل، ومعالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية. عقب ذلك استقل جلالة عاهل البلاد المفدى وضيفه جلالة ملك مملكة إسبانيا السيارة الرئيسية التي أقلتهما إلى ساحة ضيافة قصر العالم العامر، حيث مر موكب العاهلين بين صفين من فرق الموسيقى العسكرية وموسيقى الخيالة السلطانية، ثم حفت بالموكب كوكبة من الفرسان بدءا من متحف بوابة مسقط وحتى بوابة قصر العالم العامر. وعند وصول سيارة المقلة للعاهلين إلى ساحة ضيافة قصر العالم العامر، اصطحب جلالة السلطان المفدى ضيف البلاد جلالة الملك خوان كارلوس الأول إلى منصة الشرف، حيث عزف السلام الملكي الإسباني وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة الملك.
بعدها صافح جلالة السلطان المعظم أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة ملك إسبانيا، كما صافح جلالة الملك مستقبليه، حيث كان في الاستقبال عدد من أصحاب السمو ورئيس مجلسي الدولة والشورى وأصحاب المعالي الوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية وسفيرة السلطنة المعتمدة لدى مملكة إسبانيا وأعضاء بعثة الشرف المرافقة لجلالة الملك خوان كارلوس. بعدها توجه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وجلالة الملك خوان كارلوس الأول إلى المجلس لتناول القهوة وتبادل الحديث الودي واستعراض العلاقات الطيبة التي تربط السلطنة ومملكة إسبانيا والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والإسباني الصديقين، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة إسبانيا. ويرافق جلالة الملك خلال زيارته وفد رسمي يضم كل من معالي بيدرو مورينس وزير الدفاع ومعالي أنا ماريا باستور وزيرة البنية التحتية ومعالي خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة ومعالي رافائيل سبوتورنو رئيس القصر الملكي وسعادة السفير خوان خوسيه أورتسن سفير مملكة إسبانيا المعتمد لدى السلطنة وسعادة غونزالو دي بينيتو نائب وزير الشؤون الخارجية وسعادة خايمة غارسيا لغات
نائب وزير التجارة، وسعادة مانويل نينيو نائب وزيرة البنية الأساسية، وعدد من المسؤولين. هذا وأقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم بضيافة قصر العالم العامر مساء اليوم حفل عشاء رسمي على شرف جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارة جلالته للسلطنة. وقبيل حفل العشاء قدم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لجلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة إسبانيا هدية تذكارية بمناسبة زيارته للسلطنة. حضر حفل العشاء أصحاب السمو ورئيس مجلس الدولة وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارون وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والمكرمون أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وأصحاب السعادة الوكلاء وأصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطنة والوفد الأسباني المرافق لجلالة ملك إسبانيا. وكان جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة إسبانيا والوفد المرافق له قد وصل إلى البلاد في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم المطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد ومعالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس بعثة الشرف المرافقة لجلالة الضيف، وسعادة السفيرة كفاية بنت خميس الرئيسية سفيرة السلطنة المعتمدة لدى مملكة إسبانيا وأعضاء السفارة الإسبانية.